فقامت رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو برئيس دولة جنوب إفريقيا، حيث تناول اللقاء تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين جمهورية تشاد ودولة جنوب إفريقيا. وخلال اللقاء فقد أعرب رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيرايل رامافوزا لمجهوداته المبذولة لصالح القارة الإفريقية في حل النزاعات واستتباب الأمن والاستقرار. كما سمحت المناسبة تبادل الجانبين لأجندة القمة 31 بين حيث الجوانب الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها القارة الإفريقية والعديد من الملفات الهامة التي تربط البلدين. فقامت رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو ثمن جهود سيرايل رامافوزا الاهتمام بقضايا القارة الإفريقية، وتوعد الزعيمان على مواصلة العمل الإفريقي المشترك مع جميع الأشقاء لحلحلة مختلف المشاكل التي تعاني منها القارة. العلاقات السودانية التشادية عرفت منذ عهد بعيد بالأقوية نظرا للروابط الأسرية التي تربط البلدين. وفي مختلف القمم العالمية والمؤتمرات الدولية يلتقي الرئيس السوداني بأخيه التشادي وعلى الأقص، لكن هذه المرة بمدينة نواكشوط في القمة 31 للاتحاد الإفريقي، حيث تناول الجانبان توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين وفتح آفاق التعاون المشترك في كافة المجالات لا سيما الأمنية التي أصبحت مثالا تحتذى به بعض الدول في حفظ الحدود. المجالات الأخرى التي أتت أكلها وجناها الشعبين كانت حاضرة في اللقاء. رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بصفته رجل السلام بالقارة الإفريقية دعا بضرورة توحيد الجهود المشتركة والحكيمة لتحقيق نمو القارة الإفريقية في شتى المجالات والنضال من أجل مواجهة قضايا حجرة الشباب ومكافحة الجرائم بالمنطقة والإرهاب في الشروط الحدودي بين السودان وتشاد. كما أكد بأن التعاون مع السودان سيحقق العديد من المشاريع التنموية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. مقابلة أخرى كانت ضمن جدول مشاركة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو في القمة، حيث التقى برئيس جمهورية قينيا الاستوائية تيودرو أوبيانغ، حيث تناول اللقاء تعزيز العلاقات الثنائية والاندماج الإفريقي والعمل الدؤوب المشترك في كافة الكيانات الدولية والإقليمية. لقاء استمر لقرابة 30 دقيقة، تناول فيه الزعيمان عدة قضايا في المنطقة. هذا وفي خلال الاجتماعات التي يعقدها رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو مع نظرائه كل من الرئيس السوداني والقيني والجنوب إفريقي، تناول فيها رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو ترشيح السيد سعيد إبراهيم ممثل تشاد لرئاسة الإدارة التنفيذية لوكالة السور الأخضر الكبير التي تضم 11 دولة ومقرها بنواكشوط. كما التقى فقامت رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو على هامش القمة بالأمينة العامة النائبة لمنظمة الأمم المتحدة أمينة محمد، والتي بدورها جاءت خصيصا لمقابلة فقامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، حيث أكدت أثناء اللقاء لفقامته عن ارتياح منظمتها لمشاركته في مختلف القضايا الدولية والإقليمية.